ده انا عازم مليان على اخره يا دكتور. اه امال ايه؟ ده جوز خالة رئيس الوزارة. عارف لو رئيس الوزراء نفسه مات مش هتلاقي حد يهوب ناحية العزل ده. الدولة كلها. حسونا بركاته اهو. هيقطع نفسه من الحزن وربنا ما عمل كده يوم امه ما ماتت. ولا عمره شاف المرحوم. شد حيلك يا اخويا تعيش وتفتكر. شد حيلك. انت ايه اللي جابك هنا؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حسون اتفضل في كرسي فاضي اتفضل. ايه قطع بينا اتخطف خطفه وحشه. ومعالي رئيس الوزراء عامل ايه دلوقتي؟ ربنا يكون في عونه ويصبره يا رب. يا اخوانا المفروض اليوم ده يكون عطله رسميه. ده جوز خالة رئيس الوزارة. بطل تريقة يا فوزي، احنا في عزم. هو الرئيس مش جاي؟ بعت مندوب رئاسة. بيا في حياتك يا حسون. بيا حياتك بقى يا محمد باشا، اتفضل. ربنا يك على اخر الاحسان ان شاء الله. اتفضل يا حسن باشا، اتفضل. مين الراجل ده؟ ده محمد بينو عمان، رئيس الشركة القابضة للبترول. اه سمعت عنه انا. ومين الشاب الوسيم اللي معاه ده؟ ده ابنه حسام محمد نعمان، نائب رئيس الشركة القابضة للبترول. اه طبعا. حسام نعمان هو اللي هيمسك مطرح محمد نعمان. لازم كده. مين الراجل اللي بيحييك ده؟ الدكتور فؤاد المنياوي وزير الاستثمار. ايوه 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 ايوه. تعال انا شفته قبل كده. اللي جنبيه ده ابنه طبعا، شبهه بالظبط. ايوه ابنه. دكتور لطفي المنياوي. لطفي المنياوي اه، ما هو لطفي المنياوي اللي هيمسك مطرح فؤاد المنياوي. اه. دافع داخل بابنه معاه. ما هو لسه معينه راخر. وعايز تتعين كتكنيلة على امك. انت بتضحك؟ بتضحك في العزاء بتاع جوز خالة رئيس الوزارة؟ اخلص خالص. دافع بيعيط على جوز خالة رئيس الوزارة اكتر من رئيس الوزارة نفسه. لا مش قادر. دفع بيومي وكيل الجامعة. حبيبي حبيبي. بص بص بص، رئيس الوزراء هو اللي بيعزي دافع، بيهديه وبيطبطب عليه. انا خاف اللي يطلع في الاخر ان اللي مات جوز خالة نافع. ما ايه، ما تحترم نفسك يا استاذ. مش قادر. مش قادر ايه؟ الناس مموتة نفسها من العياط وانت بتضحك. معلش معلش يا اخوانا، عيال عيال بقى ما تعرفش. اه ما يعرفوش يعني ايه جوز خالة الواحد لما يموت الدنيا بتضلم في وشه. ده انا جوز خالة ابن مرات عمتي توفى، بقيت اتمرمغ في الارض زي النسوان، والطم على وشي وكلهم فوقيا بيشدوني من على الارض وانا بخبط دماغي في الحيط. حد يموت له جوز انا قلت مين؟ جوز خالة مرات ابن عم حضرتك. اللي هو ده حاجة سهلة؟ حاجة سهلة دي؟ مش كده يا شيخ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أقدم لكم ابني الشيخ أحمد عطوة، مقرئ جديد وخريج الأزهر الشريف، وإن شاء الله ربنا يوفقه وينال إعجابكم. يلا يا جت عليك أنت. يلا يا شيخ أحمد. فوزي انت تاخد بعضك وتمشي دلوقتي حالا.
وجوز خالته صحي؟ بقول لك امشي دلوقتي قبل ما تحصل مشكله. طب نسمع ربع مش فعلا. ارجوك يا فوزي ارجوك. ماشي يلا بينا متولي يلا. ما هنعمل ايه؟ لا ليك اب يورثك ولا ليا ابن اورثه. هنقعد نعمل ايه؟ بتضحك؟ الواد بيضحك اصله كان هيبوظ الفرح العزاء. يلا قدام يلا يلا بقى يلا ده انت زباله عيال تعرق.